يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده الآية. بهذه الآية يستدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصير، مثل القوطة والقص والجزر والجرجير إلى آخره. وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ الله جل وعلا نبه على وقت إعطاء زكاة الحبوب، وأن يوم حصادها إذا حصدها إذا رأى وتحصل على مالها أنفقها وأخرج حقها في سبيل الله وأخرج الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولا يرد بخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا، هذه محل الزكاة. وأما الفواكه تمكن في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن، هذه ليس فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة الكفر إذا بلغ النصاب. هذا حديث معنا.